انطلقت بمدينة بني وليد دورة تدريبية خاصة بمديري وموظفي المراكز الانتخابية. وأكد القائمون على الدورة أن الهدف منها رفع كفاءة موظفي مراكز الاقتراع تحضيرا لانتخابات المجلس البلدي القادمة. تهدف الدورة لهذا اليوم ومجموعة اليوم 92 متدرب. عدد المتدربين الذين سيخضعوا لهذه الدورة لمدة 3 أيام 92، أما العدد الكلي فهو 284 موظف موزعين على مراكز الاقتراع لبلدية بن وليد. عدد مراكز الاقتراع 28. المركز المستهدف في هذه الدورة هو رئيس المركز والعاملين بالمحطات وهم 4.